وللمزيد من التحليل معنا عبر الهاتف من أبو ظبي الكاتب والمحلل السياسي الكويتي فؤاد الهاشم. مساء الخير أستاذ فؤاد. وفي البداية يعني كيف تقرأ هذا الغزل السياسي في تصريحات مسؤولي الدوحة وطهران بعد التوافق بشأن زيادة حركة الملاحة؟ في الحقيقة يعني أفضل تشبيه لهذا الوضع القطري الإيراني الحالي أو حتى إذا أضفنا عليه الوضع القطري التركي هو كما يقول بالمثل الشعبي الخليجي العمشة تتكي على العورة. نعم. فهم الآن الدوحة الآن جاءت بهاتين الدولتين إلى أرضها لكي تحميهما من تحت أو تحميها من أشقائها والذي أساسا تريد أن تدمر كل مقومات الوطن العربي نفس الوطن العربي. في الواقع الآن هي من تتحمل الآن تكلفة لديها الآن أصبحوا الآن هم من يحتاجون إلى الإعانة والمساعدة من الدوحة وبالتالي وليس يعني دليل على ذلك قبل أيام 15 مليار دولار التي دفعتها الدوحة إلى تركيا وها هي الآن يعني أساسا تريد أن تساعد نفسها وفي نفس الوقت تساعد إيران التي تواجه هي وتركيا أيضا عقوبات فأصبحت قطر الآن يعني منهكة بالمطلق وما حكاية الميناء هذا الذي أصبح أطلالة وتعشش فيه الغربان من أساس قلة العمل فيه ما هو إلا امتداد لهذه العقلية المتسلطة والتي أساسا تقف ضد كل التيار العربي والخليجي وتمارس خط نعم. غريبا عن المنطقة. نعم. طيب سيد فؤاد يعني ماذا بشأن العقوبات الأمريكية التي قد تطال أي دولة تتعاون مع إيران؟ هل برأيك قد تطال الدوحة أيضا؟ شوف أولا إحنا لا يوجد هناك قاعدة سياسية قديمة يعني بين الدول عندما يعني لا تحكم على العداء المعلن فقد يكون هناك نوع من الصداقة الخفية احنا لا يمكن ان ننكر الدور الامريكي في منح ايران مفاتيح المنطقة كلها وترك يدها في بغداد وفي سوريا وفي اليمن والى اخره اذا قد يعني يكون هناك اذن قطر لا تتصرف بمفردها قطر دولة هزيلة ويعني ليس لها راس ولا كرياس اذا وهي حتى أساسا 15 مليار أخذت إذن أمريكي فبالتالي لا أستبعد أن يكون هناك إذن أمريكي خفي لعدم خنق إيران بالمطلق وكما يقال عندما تريد أن تحاصر القطب في إحدى الزوايا فتترك له زاوية لكي لا يقفز في وجهك ويسبب لك الأذى وهم الآن قد يحصلون على إذن خفيف بفتح نوع من القنوات لمساعدة إيران هذه طبعا الأمريكان سياستهم عموما يعني وكلنا نذكر ماذا كانوا سيفعلون بالبحرين ومساعد وزير خارجية ملونسكي عندما جاء إلى المنامة والتقى بجمعية الوفاق يعني هم وقحين ويفعلون كل شيء بالعلن شيء وتحت الطاولة شيء آخر إذا هناك قد يكون هناك إذن أمريكي نعم. لأنه لا يمكن قطر أن تلجأ لهذه الصورة وهي اتفاقية مع حكاية الموانئ وهي تعلم مقدار العقوبات التي يمكن أن تلحق بها بدليل أن العراق أصلا هدد أمريكيا إذا لم يلتزم بالعقوبات الكاملة على إيران نعم. لكن هذا لن ينقذها أصلا وهي مجرد يعني مخدر مورفين مؤقت لن يحل أبدا مشكلتها مع بلدان الشقيقة إيرانها ومع نفسها أيضا نعم أستاذ فؤاد الهاشم الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك.